طيب على طاري اللطف، هل أنت تعرضت لاعتقال لطيف العام الماضي بعد أحداث مصر؟ ما في اعتقال لطيف، كل اعتقال يضيق الصدر. اعتقال لطيف اعتقلت أنت على لطيف. طيب هذا الاعتقال اللطيف كان على خلفية أحداث مصر؟ يبدو أنه كذلك، أنا لا أدري حقيقة على خلفية ما طلب إيش؟ منك أنه لا تمتنع لا عن لا لا, لا, لا. الاعتقال كان لطيفا حقيقة على قولتك، ولا بين لي يعني إيش السبب صراحة، ما بين لي إيش السبب، لكن أنا ويا ولاة الأمر نصلح مع بعض يعني. فكان توقيف في مكان مناسب، غرفة وفيها حمام. إيه أنتوا تصلحون بس حنا بعد رانا لنا حق يعني. ما لكم دخل يا أخوي، الناس لهم حق ترى. أنا والداخلية نصلح يا أخي. أنتوا ولاة الأمر في خدمة هالشعب ترى يعني. هذا المفروض يعني. فلا تقول لنا إنه الشعب أنتوا ما لكم دخل. لا الشعب أولا يعني. الشعب ما هو بلازم يدري بالتفاصيل عاد. والله لو الشعب بيدخل معنا في المعتقل. طيب المقصود إنه كان توقيف لمدة تقريبا. ولذلك حنا شفنا إنه محمد العريفي بعد هذا الاعتقال اللطيف لم يتحدث عن مصر ولم يتحدث عن الأحداث هناك، وهل لن يتحدث مستقبلا؟ أما المستقبل فعلمه عند ربي سبحانه وتعالى، أنا ما أدري عنه، لكن أنا فعلا فيما يتعلق مصر يعني خففت اللهجة. خففت اللهجة يا إلى حد؟ ما أذكر، ما في حد معين يعني أقدر أني أقوله، لكن لا هو يتبين هذا اللي يقرأ تغريداتي. لا هو التغيير لما تخفف اللهجة معناته أنت في نفس المسار بس هديت، لكن لما تقول غيرت لا أنت انتقلت من نفس المسار إلى مسار ثاني. يعني كان المسار الأول هو مسار داعم للحكومة مرسي التي أزيلت. لا ليس داعما عبد الله، لا تربطني بحكومة مرسي. أنا لست مرتبطا بها، وليس هو لي أمر لي ولا لي علاقة به، ولم ألتقي به في حياتي ولا شفته إلا في التلفزيون والصور فقط. من هو ولي أمرك الشرعي؟ ولي أمر الشرعي خادم الحرمين. نعم. الله يحفظه ويوفقه، وأدعو له، ولا مو في التلفزيون فقط، أدعو له صدقا يعني، وصلى الله أن يحفظ بلادنا أيضا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. فأنا ليس لي علاقة به، سوى هي وجهات نظر كانت عندي، ثم قال لي ولي الأمر ترى هذه وجهات النظر يا محمد لا يصلح أن تبث بها الطريقة. قلت سمع نوطاح. فيعني هذا الذي حصل. أما مسألة والله العريفي حصل له ولا كذا، لا ما هو صحيح.